السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي تختار المكان اللي تتطوع فيه، سواء كان نشاط طلابي او جمعية خيرية. في الفلوج اللي فات اتكلمنا عن اهمية العمل التطوعي، وخدنا مثال على الانشطة الطلابية وقد ايه هي بتضيف لك كتير جدا لو انت في المكان الصح ان شاء الله. في الفيديو ده محمد سلموني هيكلمنا عن ازاي تختار المكان اللي هتتطوع فيه، هو ما شاء الله عنده خبرة كبيرة جدا في العمل التطوعي. وحاجة اخيرة، الفيديو ده سبونسرد باي باليتا. باليتا هو ستارت اب لسه بادئة ان شاء الله عليهم، يعني بيعملوا طبلوهات هاند ميد 100% ان شاء الله، كواليتي حاجة عظمة يعني، وعندهم اوبشنز كتيرة جدا ممكن تختار ما بينهم، وممكن تعمل حاجة كاستم ليك انت يعني. لو انت جاي من خلال الفيديو ده هتاخد خصم من 10 لـ15% وبس. يلا بينا نبدأ الفيديو. ان شاء الله في الفيديو ده هتكلم زي ما قلت في الفيديو اللي فات، ان هجيب حد متخصص يتكلم في نقطة انك ازاي تختار النشاط الطلابي المناسب ليك. انك تكون في نشاط طلابي ده نقطة مهمة جدا، هتفيدك بشكل اخر في حياتك العملية وحياتك بصفة عامة، الخبرات والعلاقات اللي بتكتسبها من خلال النشاط الطلابي ده لو انت في المكان الصح. فان شاء الله محمد سلموني هيتكلم معانا عن ازاي تختار النشاط الطلابي المناسب ليك او الجمعية الخيرية اللي تطوع فيها او ما شابه ذلك. انا معاكم محمد سلموني، شرفني طبعا اتكلم معاكم من واقع خبرتي اللي امتدت لاكثر من 9 سنين وحتى الان يعني مستمر الحمد لله في الانشطه الطلابيه والاعمال التطوعيه بشكل عام. في معايير كتير جدا بناء عليها انت تقدر تحدد اذا كان النشاط ده او المكان ده مناسب ليك او لا. من ضمنها على سبيل المثال ان المكان ده يكون رؤيته ورسالته محددين وواضحين، وقادر تعرف المكان ده عايز يروح فين قدام. يعني انت عارف الهدف بتاع النشاط ده او بتاع الجمعية دي متأسس ليه، رؤيتهم ايه، اهدافهم الجاية ايه، الناس دي عايزة توصل لفين، عايزين ينقلوا المكان ده لايه بالظبط. فده بيديك مؤشر اذا كان المكان ده اساسا اوريدي عنده بلان واضحة ولا لا. فانا لما اشوف مكان عنده بلان واضحه وعارف هو رايح فين وكده، ده هيطمني نوعا ما ان انا ادخل النشاط ده، وهيعرفني ان النشاط ده فعلا نشاط منظم او الجمعيه دي جمعيه فعلا عارفه هي رايحه فين. تاني حاجه، المكان نفسه يكون عنده بلان للمتطوع اللي داخل الجديد عنده، والمتطوع القديم كذلك، يعني بلان واضحه هيتعامل ازاي مع المتطوع الجديد ده. احنا زي ما احنا عارفين محمود في انشطه كتير جدا انت بتدخل تايه، ما انتش عارف انت داخل ليه، ما فيش حد بياخد بايدك من اول ما بتدخل على سبيل المثال، بتكون مش عارف ازاي انت المفروض هتندمج ازاي في وسط التيم اللي موجود اوريدي ده. انت داخل على تيم جديد مش عارف انت دنيتك فيها ايه، مش عارف انت هتدخل ازاي، هتتطوع ازاي، اول مره تفهم عن اول مره تسمع عن موضوع التطوع، حابب الفكره من بره بس انت مش عارف جوه الدنيا عامله ازاي، ممكن حد اصلا يحببك او يكرهك في الفكره. هل الجمعيه او النشاط عنده بلان واضحه للمتطوع الجديد ده، قادر يدمجه بشكل سلس جدا وشكل بسيط مع الناس القديمه مع الشغل اللي موجود، قادر يجهز له خطط تدريبيه مختلفه عن مفهوم التطوع، عن ازاي يتطوع، عن ازاي يشارك في اللجان المختلفه، عن ايه هي اللجان المتاحه اصلا لتطوعه، عن ايه هي اللجان اللي تماتش السكيلز بتاعته او تتناسب مع المهارات بتاعته ولا لا. هل المتطوع ده انا بحترم وقته، وهل الجمعيه قادره اللي هي تحترم الوقت ده وقادره اللي هي تقدر تميك ذا بيست يوز اوف التايم بتاع المتطوع ده في الوقت اللي هو حابب يتطوع فيه، ولا الموضوع بيبقى اجباري وبيبقى موضوع اللي هو كل يوم انا موجود في المكان ده فانا بحس ان هو جاي عليا، جاي على حياتي الشخصيه، جاي على تعليمي، جاي على دراستي. الموضوع ده بيفرق كتير جدا، لان في اساسا نوعين من المتطوعين يعني. في كتير من الجمعيات وكتير من الانشطه مش عارفه القصه دي كويس، او الناس مش متفاهمين القصه دي. في متطوع عندي متطوع موسمي وفي متطوع مواظب. المتطوع الموسمي ده بتاع المواسم، ده ظروفه كده، هو ظروفه اللي هو يكون اكتر فعال اكتر في رمضان، شنط رمضان، معارض خيريه، هو يحب الحاجات الموسميه اللي زي دي، ما يحبش اللي هو يكون ملتزم يوميا في المكان. فده نوع من المتطوع، المفروض انا عارف كجمعيه او كنشاط اتعامل مع المتطوع ازاي واستفاد منه ازاي واكتسب الوقت بتاعه ازاي بشكل يفيدني ويفيد المكان بتاعي. المتطوع المواظب ده حد اوريدي عنده باشن زياده عن اللزوم، يعني عنده باشن شغف وحب للعمل ده بشكل كبير جدا، فهو حابب اللي هو يكون متواجد بشكل مستمر، يعني اللي هو انا معايا ساعه حتى في اليوم هاجي اتطوع فيها، كل يوم لو ساعه حتى هتطوع. وفي الناحيه الثانيه اللي احنا قلنا المتطوع الموسمي ده،
فلازم يكون عندي داتابيز او قاعده بيانات في الجمعيه او في المكان تكون منظمه العمل الاثنين دول وتكون بتخدم على الطرفين دول. ما جيش على ده عشان ده وما جيش على ده عشان ده، عشان احتراما لقيمه التطوع وقيمه للوقت التطوعي ده، ده تطوع من البني ادم بما يكون زياده عن حاجته، سواء وقت سواء مجهود سواء فلوس، فده حاجه تطوعيه مش حاجه ملزم عليه. برضو انت بتسال زمايلك على النشاط ده، الناس اللي دخلوا قبلك، ها يا شباب الدنيا عامله ايه في النشاط ده، الناس الدنيا منظمه، في ستراكتشر واضح، في لجان واضحه، في تقسيمات معروفه، كل متطوع عارف هو بيعمل ايه، ولا الدنيا سايحه على بعضيها ومش حد عارف هو بيعمل ايه. كل دي مؤشرات ودلالات تديك مؤشر واضح جدا للمكان اللي انت حابب تتطوع فيه، وتساعدك اللي انت تختار بشكل واضح جدا وبشكل سليم جدا المكان الصحيح اللي انت تتطوع فيه. هي الفكرة لمعظم الناس دلوقتي للأسف إلا ما رحم ربي عادوا واخدين التطوع كشو، أنا بتطوع، أنا متطوع في 100 نشاط، شوف البرودكتيفيتي أو الإنتاجية بتاعته تلاقيها زيرو، هو متطوع اسما في الأنشطة دي كلها عشان السي في مثلا أو عشان يتقال هو متطوع، ولكن نيجي لحصيلة المتطوع ده نلاقي اللي هو ما ضافش هنا حاجة، ما ضافش هنا حاجة، فهو فاهمك. مشتت نفسه في الفاضي يعني. فعشان كده مهم إن الناس تلتزم بالثقافة الصحيحة والسليمة للعمل التطوعي، لأنه دي حاجة هبة من ربنا علينا ومن وفضل على اي متطوع، فانت بتستفاد اكتر من الشخص اللي انت بتساعده، دي كنت حقيقة. عايز اعرف برضو الحاجة اللي انا كمتطوع هستفادها من المكان اللي انا فيه ده، وهل لازم أن اكون عارف انا عايز ايه، عايز استفاد في ايه، عايز اتعلم مثلا مونتاج فاتطوع في تيم بتاع مونتاج او تصوير او عايز اتعلم كذا، هل لازم أن اكون عارف ده ولا ممكن اتطوع لمجرد التطوع وانا لسه الرؤية انا عايز استفيد بشكل او باخر لكن انا مش عارف انا عايز ايه؟ ممكن يكون ده طريق ان انا اكتشف نفسي اكتر او ان انا اعرف انا حابب ايه او ايه اللي ممكن التيم ده يضيفه لي بشكل او باخر بحيث ان اطور من نفسي او مش ذلك بصفه عامه يعني. خلينا نقول يا محمود لقيمة العمل التطوعي أحد أهدافه الرئيسية اللي هو يخليك تستكشف اللي جواك، يعني أنت في مهارات معينة ممكن تلاقيها مستخبية جوه أنت مش عارف هي المهارات دي عندي ولا لأ أساسا، فمش شرط تكون أنت داخل عارف أنت عايز تدخل لجنة إيه وعايز تعمل إيه. هي الفكرة في إيه؟ اللي هي فرصة عظيمة جدا في وقت دراسة انت ما بيكونش عندك هادك مسؤوليات او غيره الا دراستك بس، اللي انت تدخل تجرب. انا هدخل المرة دي ادخل لجنة HR Human Resources مثلا موارد بشرية، هدخل لجنة مونتاج اجرب فوتوشوب شوية ميديا، اجرب لجنة لوجيستيك تنظيم مثلا. فالفكرة في ايه؟ اللي انت عندك المتسع من الوقت والبراح في النشاط الطلابي، اللي دي حاجة بتجرب فيها عملي، انت تنزل جرب تسوق يعني. انت الميزه في النشاط الطلابي اللي هو بيخليك تجرب السواقه وانت ما عندكش اي ما عليكش اي مسؤوليات يعني، مش ما فيش حد هيجازيك مثلا يذبحك او حد ممكن يعمل معاك مشكله كانك في شغل رسمي يعني. فهي الفكره في ايه؟ اللي هو فرصه عظيمه جدا ان انت تستكشف مهارات جديده عندك، تنمي المهارات القديمه اوريدي اللي عندك، فرصه اساسا ان انت ممكن تغير الكارير، تعمل كارير شيفتنج اساسا لحياتك يعني. احنا بنشوف كتير جدا من الشباب، ممكن يكون ناس في هندسه، ناس في تجاره، ناس في اداب، ناس في كليات مختلفه جدا، ممكن يغير كاريره بسبب وجوده في نشاط طلابي، اتعلم حاجه فيه، الحاجه دي نماها وطور فيها وزود فيها، فبقت هي الكارير بتاعه، عمل شيفتنج للكارير بتاعه بسبب النشاط ده. حاجه تانيه، اثراء فظيع جدا للسيره الذاتيه بتاعتك، حاجه انت عندك ريكورد اوف اتشيفمنت، عندك سجل حافل تقدر تتكلم عليه، لما حد يجي يسالك يقول لك انت عملت ايه في حياتك وانت طالب، في طلبه كتير جدا يقول انا جبت جيد او طلعت الاول على دفعتي، فين ودي حاجة لطيفة السوشيال برضه امباكت؟ يعني، هي دي دي حاجة حاجه لطيفة لطيفه ولكن بس مش كفاية. مش دي كل، مش دي نهايه المطاف، تمام. انت يعني انت في عمر المفروض يكون في سوشيال امباكت ليك، في حاجة تأثير مجتمعي إيجابي المفروض أنت بتحققه. حتى إحنا لما هنشوف في المنح الدراسية بره مصر والمنح بشكل عام بره مصر، السوشيال إمباكت ده ليه عامل مهم جدا في الاختيار وفي الأبروفل عليك يعني. أنت لو مالكش تأثير مجتمعي ده بالنسبة لهم بيبقى شخص قليل نوعا ما، عن فرصه أقل كتير من الشخص اللي هو يعني ممتاز دراسيا بس وخلاص يعني.
فغير حاجات كتير جدا يعني. ده طبعا عمل التطوع ده ديننا بيدعونا ليه، وكل الاديان السماويه بتدعو ان احنا نساعد بعض ونعاون بعض. حاجه زي كده كمان اللي كتير ما يعرفوهوش، للعمل التطوعي ده بيحسن صحتك النفسيه والجسديه، بناء دراسات يعني. وفرصك في الشغل هتزيد، وحاجات كتيره جدا. دي بدراسات بدراسات يعني. اثبتت الكلام لو ده. في لينكات ممكن نحطها يعني عشان يبقى في يعني مصداقية مساعدة. صحتك النفسيه، الهابينس بشكل عام، انت تكون فرحان. انت فكره العطاء اساسا لما تدي لحد حاجه انت بتحس بساتسفاكشن رهيب، تحس برضا كده عن نفسك عظيم اللي انت جدا. عملت حاجه عظيمه يعني. وغير كده العمل التطوعي هتحس ببركه في الوقت بشكل رهيب يعني. دايما الناس اللي بتقول لي طب انا اجيب وقت منين، صدقني هتلاقي في بركه في الوقت بالعمل ده. خدناها بس وحاجات كويسة كتير يعني. وتكون انت داخل فيها عشان تستفيد، مش مجرد بالظبط كده. شو او تضييع وقت او ما ومش شابه مشكله ذلك. خالص تعدد النوايا في العمل التطوعي، بس تعدد النوايا الطيبه. انت ان شاء داخل الله لحاجه سليمه، لحاجه كويسه، مش داخل عشان تعمل مصلحه، تظبط حاجه لغرض ما تاني. مش هتيجي. فالنيه طبعا اساس انا العمل يعني. فاهمك. انت قلت لي كذا حاجة ما كانتش في دماغي اصلا ساعة ما قلت لك. جزاك الله خير يعني. ربنا يبارك. في حاجة تانية عايز تضيفها ولا؟ اللي انا عايز اقوله، لو انت طالب جامعي او يعني لو حد بيتفرج عليه نفس ثانويه عامه او اعداديه، حتى اعداديه ثانويه عامه، طالب جامعي ما ينفعش تفوت سنوات العمر دي من غير ما تكون متطوع وليك اسمك في نشاط طلابي او جمعيه بتثبت فيها وبتفيد فيها المجتمع وتحقق فيها وتخلق فيها فرص للناس اللي هي بتتعلم وتتطور طول الوقت يعني. يعني دي حاجه عظيمه جدا، دي حاجه يعني في السجل بتاعك حاجه تفخر بيها يعني. عظيم جدا. بس ما فيش حاجة تانية أقولها غير كل حاجة. أنا كنت بسمع زيك زي ما قلت لكم، أنا جاي أستفيد كذلك، فموضوع مثمر بالنسبة لي، وإن شاء الله هحاول أطبق الكلام اللي في الفيديو ده، وأنت إن كذلك شاء الله. المفروض يعني إن شاء الله. فبس نشوفكم قريب تاني يعني. إن شاء الله. ممكن نستضيف في سلام. وقت قريب يعني. إن شاء الله. سلام.